واصل الشيخ خليفه بن طحنون ال نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون اسر الشهداء زيارته لاسر وذوي الشهداء في امارات الدوله في اطار حمله تواصل التي ينظمها مكتب شؤون اسر الشهداء سنويا، حيث شملت جولته عددا من اسر وذوي الشهداء في العاصمه ابو ظبي. ونقل الشيخ خليفه بن طحنون ال نهيان خلال الزيارات تحياتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأسر الشهداء وذويهم، حيث زار منزل ذوي الشهيد خليل المرزوقي ومنزل ذوي الشهيد سيف المهيري ومنزل ذوي الشهيد سليمان العبري ومنزل ذوي الشهيد محمد الحامدي ومنزل ذوي الشهيد شيبة العميمي في أبو ظبي. وتأتي حملة التواصل السنوية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي الشهداء شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.